السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الاطفال نقدم لكم حبيبي الحلوين، يا رب دايما مبسوطين وبيت بابا منورين. ورجعنا النهاردة بحدوتة جميلة مسلية ومفيدة. الحدوتة عنوانها غباء دجاجتين. يملك أبو زياد مزرعة جميلة في قرية صغيرة في سفاح الجبل. يربي أبو زياد في مزرعته مجموعة من الحيوانات الداجنة كالديوك والدجاج والبط والخراف والماعز والجياد والحمير. أنا زنوبيا شقراء اللون، وأنا زنوبة سمراء اللون. إننا دجاجتان شقيقتان مختلفتان عن بقية الحيوانات في المزرعة. لم تكن الأختان تحبان الحياة في المزرعة، وكانت تخططان للهرب إلى الغابة حيث تريدان العيش بحرية وتأكلان ما تشاء. قالت زنوبيا لأختها: سنهرب بعد غروب الشمس حيث يكون أبو زياد قد أطعم جميع الحيوانات ويطمئن بأنه ويدخل ويطمئن باله ويدخل إلى بيته ثم ينام. وعندما حل الليل خرجت زنوبيا وزنوبة بهدوء وتركت الباب الخلفي للمزرعة وتوجهتا نحو الغابة. وصلتا قرب ربع ماء صغير فجلستا تشربان الماء العذب بفرح وسرور. فه فه فه، ما أجمل الحرية يا زنوبة، هكذا تحت ضوء القمر لقد ارتحنا من أبو زياد ومن عصاه المؤلمة وصراخه المزعج. قالت زنوبيا: ما أطيب الماء هنا. وقالت زنوبة: نعم، ماء مثلج ومنعش للقلب. فجأة سمعت زنوبة صوت أقدام يرافقه عواء مخيف. التفرت لترى صاحب الصوت عو 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 عو. فرأت ذئبا يأتي نحوهما بحذر وقد شم رائحتهما. ها ها ها، دجاجتان ثمينتان تتملأان بطني وتسدان جوعي وسأنعم بليلة هانئة. هربت زنوبة واختبأت وراء أشجار كثيفة ونادت زنوبيا: اهربي يا زنوبيا، اهربي فالذئب آت. كان الذئب أسرع منها فالتقطها من جناحها الأيسر وفر هاربا. النجدة النجدة النجدة. فرأت زنوبة ولحقت به من الناحية المعاكسة له قا قا قا، ووثبت على رقبته ونقرته بمنقارها بكل قواها. آخ آخ آخ، فتح فاه صارخا من الألم فسقرت زنوبيا وفرت بسرعة البر. ركضت الأختان هاربتين بين الأشجار ورجعتا إلى المزرعة وتسللتا بهدوء وحذر من الباب الخلفي دون أن يشعر بهما أحد. قالت زنوبيا: الحمد لله الحمد لله، ما أجمل العيش في مزرعتنا. وقالت زنوبة: مزرعتنا أجمل مكان في الدنيا. استلقتا زنوبيا وزنوبة في القن وقالتا لبعضهما: علينا أن نقنع دائما بما قدره الله لنا. القناعة كنز لا يفنى.